بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الناس أصبحت مخنوقة، وكل الناس تطلب الفرج وتريد الفرج، لأن الناس لا طاقة لها بتحمل ابتلاءات شديدة عليها. لذلك الله سبحانه وتعالى يرسل على بعض من عباده، ليسوا كلهم، لأننا لسنا حاملين لنفس القلب، فيرسل لهم من المبشرات التي تدل على تغيير أحوالهم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأعطيك رمزين، إذا تكرروا عليك فاعلم أن الله أول شيء راض عنه، واعلم أن المال والثروة وتغيير حالك إلى الأفضل قادم بإذن الله لا يتأخر عليك. أولى هذه الرموز إخواني الكرام هي أنك تؤدي فريضة الزكاة في المنام. من رأى نفسه يزكي إخواني، يعطي زكاة، ليست صدقة. صدقة سأتحدث فيها أو سأتحدث عنها في فيديو آخر إن شاء الله. الزكاة، أنك ترى نفسك تعطي زكاة وتتكرر عليك، أو تسمع كلمة زكاة، أو حتى تأتيك آية قرآنية فيها كلمة الزكاة. مثلا على سبيل المثال، وهي من أفضلهم، في سورة الروم، أعوذ بالله من كل شيطان رجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مثلا إخواني الكرام، ترى نفسك تسمع الآية التي تقول قد أفلح من تزكى، هذا في سورة الأعلى، يعني وذكر اسم ربه فصلى. فهنا إخواني الكرام تدل على تغيير حالك، تدل على قدوم مال وثروة بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله، حالك سيتغير للأفضل. في أنواع زكاة، مثلا تقول لي أنا رأيت أن أزكي بغنم، أزكي بكذا بكذا، كلها تصب في نفس المصب ما عدا زكاة واحدة، وهي زكاة الفطر، فهي تدل على سنة، لأن زكاة الفطر كل الزكاة هي تؤدى في سنة، كل سنة عندك فائض معين لابد أن تخرج عليه، لكن زكاة الفطر معين لأنها قليلة ليست بالكثيرة، فهذه إخواني الكرام تدل على شفاء، تدل على زوال هم، تدل على زوال كرب في غضون سنة مؤكد ليس فيها أي شك، يعني تكون أدق من غيرها في حالات كثيرة. الرمز الثاني أو الشيء الثاني الذي لابد أن تراه باستمرار ويدل على تغيير حالك للأفضل ويدل على استجابة الدعاء ويدل على قدوم المال والثروة، ألا وهي سورة طه، ولو آية منها. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه إخواني الكرام إذا رأى الإنسان سورة طه، سمعها في منامه، حلم أو رأى حلم جميل أو رؤية جميلة، وأفاق وهو يسمع من سورة حتى في التلفزيون، هذه من المبشرة، ويتكرر عليه هذا الموضوع أو يسمع يعني ولو آية منها، ولو يعني كلمتين منها في منامه وتتكرر عليه، أو فتحت في المصحف، أو وجد رقما وفتح المصحف وقع في نفسه وجدها في سورة طه، فليعلم علم اليقين، يعني فليعلم علم اليقين أن المال قادم إليه بإذن الله السميع العليم، يعلم علم اليقين أن يعني حاله سيتغير بإذن الله للأفضل، فلا ييأس ويستبشر خير، وليعلم أن التغيير قريب جدا جدا جدا. إن شاء الله أكون أفدتكم في هذا الفيديو. وهذه إخواني الكرام أمور ورموز لا شك فيها، الزكاة فرض من فروض الإسلام، يعني ركن من أركانه، وسورة طه ما يعني كتبها بشر، كتبها الله سبحانه وتعالى وأنزلها الله عفوا من فوق 7 سماوات، وفيها أمر، فيها أمر إلهي، وفيها قصص وعبر، ومركزة على سيدنا موسى بالذات، يعني لأن فيها عبرة كبيرة جدا، وتدل على الفرج بعد الشدة، وتدل على نيل الأمور العظيمة إن شاء الله، وتدل على الراحة بعد التعب. فهذه إخواني رموز حقيقية ليس فيها أي شك أو خزعبلات أو قال فلان أو فلتان. أتمنى أني أكون قد أفدتكم بهذا الفيديو، على أمل أن ألتقي بكم في فيديوهات أخرى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.